حسب الضمير البشر، الضمير صاحب الدكان. يعني عندهم حتى ما اذا ما ارتفع الدولار هم يزيدون السعر، اذا يرتفع الدولار هم يعني قاطين يرفعون. عايشون نرخي دولار اقرداش بزي رنقا. بالتأكيد إذا انخفض سعر الدولار فإنه يسبب ضررا في السوق سواء كان بيعا أو شراء، أما ارتفاع سعر الدولار فإنه يلحق الضرر مرتين، لأن الناس يتعاملون بالدولار في الأسواق سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، فإن الدولار يلحق ضررا بالأسواق. تأثير علينا كمواطن، يعني ما نقدر نشتري الحاجات اللي قبل كنا نشتريها، من كان الدولار ب100 و120 الدولار ارتفع، والراتب على حطتها ما ارتفعت، ظلت نفس ما هي. الأسواق صعدت، المواد الغذائية كلها تعلقت الحمد لله والشكر، ووضعيتنا نقول الحمد لله. نعم متخوفون من سعر الدولار، واحنا كمواطنين او موظفين الدولار صعد علينا، كان الدولار ب120 وراتبنا بقى نفس ما هو، وصعد الدولار ومؤثر علينا حيل. الدولار برزي ونزمي العراق نورمالا. ارتفاع سعر الدولار يتأثر بالوضع السياسي، بسبب عدم استقرار وضع العراق ترتفع الأسعار وتنخفض لعدم استقرار وضع العراق. إذا كان الوضع السياسي مستقر الدولار ينخفض، والعكس صحيح. أكيد هاي ما يقبل غير، لأن الدولار غير مستقر، لأن هو يوم مرتفع ويوم هابط، وهذا عدم استقرار السوق وعدم استقرار سوق المواد الغذائية والتجارية وكل المواد وكل الشغلات المرتبطة بالدولار مؤثرة على حياة المواطنين بشتى انواعها. يعني شنو تمنياتك كمواطن؟ والله تمنياتي كمواطن نعيش باستقرار وامان، واستقرار الدولار اهم شيء، هو هذا هو استقرار الامان والحياه الطبيعيه مثل كل الامور.